مصدر مقرب من وائل البراشي في اللوريا نبع وفاته. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للإعلام وائل البراشي بعد تحسن حالته الصحية، الطبيب المعالج للبراشي لن يغادر. مصدر من عائلة وائل البراشي يكشف آخر تطورات حالته الصحية. يوسف الحسيني: وائل البراشي يسير في طريق التعافي بشكل جيد. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو متعاطف مع وائل البراشي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، هذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع وائل البراشي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. حقيقة وفاة الإعلامي وائل البراشي بسبب فيروس كورونا. نفى الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج التاسع على القناة الأولى ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإعلامي وائل البراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقال يونس للمصري اليوم: إن ما تردد حول وفاة الأستاذ وائل البراشي هو مجرد شائعات، وهو الآن حالته مستقرة وبالمستشفى الذي يتلقى به العلاج. وأضاف يونس أنه بصحة جيدة جدا اليوم ولا يوجد أي تطور سلبي، حيث تواصل مع أسرته بالمستشفى منذ قليل وأكدت له ذلك. ما قالت صفحة البراشي الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس بناء على رغبة أسرة: هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلام وائل البراشي، والذي ستقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط. والآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن. ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة في عدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة. بعد تحسن حالته الصحية، الطبيب المعالج للإبراشي لن يغادر المستشفى إلا في هذه الحالة. كشفت مصادر قريبة من إعلام وائل البراشي عن استقرار حالته الصحية منذ يومين بالمستشفى الذي يعالج فيه بمدينة الشيخ زايد، حيث تم رفعه من على الأجهزة المساعدة للتنفس الصناعي، وحالة الرئة بدأت تتحسن جراء إصابته بفيروس كورونا قبل أيام. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة صدرت بها لمصر اليوم الثلاثاء أن الطبيب المعالج أخبر الأسرة أنه يتم وضعه على الأكسجين العادي في حال وجود مشكلات بسيطة في التنفس، وهذا يحدث في ساعات محدودة في اليوم، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج لم يخبرهم بموعد خروجه من المستشفى، حيث أنه لن يغادر إلا بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة. وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلام وائل البراشي عبر موقع فيسبوك الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التي تدهورت في الساعات الماضية، وتم وضعه في غرفة العناية المركزة بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث رأت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى. مصدر من عائلة وائل البراشي يكشف آخر تطورات حالته الصحية. قال مصدر مقرب من عائلة الإعلامي وائل البراشي أن حالته الصحية الآن مستقرة جدا وفي تحسن، وهو موجود الآن في غرفة عادية وليس في العناية. أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الإعلامي غير موجود على جهاز التنفس الصناعي وهو في حالة تحسن كبير، وفي أقرب وقت سوف يكون خارج المستشفى. وأصيب وائل البراشي بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي. يوسف الحسيني: وائل البراشي يسير في طريق التعافي بشكل جيد. طمأن يوسف الحسيني جمهور الفضائية المصرية على صحة الإعلامي وائل البراشي، وقال الحسيني أثناء تقديم برنامج التاسعة عبر فضائية التلفزيون المصري مساء اليوم الثلاثاء إن وائل البراشي يسير في طريق التعافي والتحسن بشكل جيد. ودعا الحسيني للإعلامي بأن يمنحه الله العافية والقوة كي يعود بسلام إلى برنامجه الذي يقدمه عبر الفضائية الأولى المصرية كل يوم من السبت إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة تحت اسم التاسعة. وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل البراشي أعلنت في وقت سابق نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لتوقفه عن تقديم برنامجه عبر فضائية التلفزيون المصرية. مصدر مقرب من وائل البراشي في اللوريا نبأ وفاته. نفى مصدر مقرب من الإعلامي المصري وائل البراشي ما تردد بشائعات تفيد بوفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال المصدر للرؤية إن الإبراشي ما زال تحت الرعاية الطبية ومستشفى الشيخ زايد التخصصي في القاهرة، مضيفا أنه بخير ولا داعي للقلق. وطالب المصدر مروجي الشائعات بتوقف إطلاقها كذبا من حق الإعلام الكبير، لا سيما أن هذه الشائعات تكررت أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة. وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا وخضع لفترة العزل المنزلي، إلا أن حالته تدهورت واستلزمت نقله إلى لوضعه تحت الملاحظة الطبية. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلام وائل البراشي اليوم. تفاصيل الحالة الصحية للإعلام وائل البراشي اليوم: أصيب خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والكتاب بفيروس كورونا المستجد، مما أدى لشفاء البعض وعدم استقرار الحالة الصحية للبعض الآخر. ويرغب الجمهور من محبيه للفن والإعلام في معرفة الحالة الصحية للإعلام وائل البراشي يوميا وبصفة مستمرة بالسؤال عنه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت معدة برنامج وائل البراشي فاطمة قنديل بتصريحات رسمية تفيد أنه في حالة مستقرة حتى الآن، ولم يحدد الأطباء موعد خروجه من العناية المركزة بمستشفى زايد التخصصي، وأنه منذ أن دخل المستشفى وحالته الصحية مستقرة. في رسالة منها لطمأنت الجمهور، إلا أنه خرج مصدر طبي بتصريحات لأحد المنصات الإخبارية تؤكد عدم استقرار حالة الإبراش الصحية ودخول العناية المركزة خلال هذه الأيام ويخضع للملاحظة الطبية. من جانبها خرجت أسرة البراشي عبر صفحتها الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بتحرير الدقة في المعلومات التي تنشر وعدم بث معلومات مغلوطة، حيث أشيع بعدم استقرار حالته ووفاته، مؤكدة
تأكيدة على الدعاء له من جانب المواطنين. ويشار إلى أن الإبراشي أصيب الأسبوع الماضي بفيروس كورونا مستجد كوفيد-19 الذي اجتاح العالم بداية 2020 وأدى لتوقفه عن تقديم برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى، وتم نقله إلى العناية المركزة الأربعاء الماضي، بينما قامت الإعلامية نجوى إبراهيم بتقديم البرنامج لمدة أسبوع وأصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا، إلا أن حالتها الصحية مستقرة وتخضع للعلاج داخل منزلها. رئيس قسم بالقصر العيني عن إصابة وائل الإبراشي: الرئتين تلتئم وتعود لنشاطها الطبيعي. قال الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بالقصر العيني ردا على تساؤل الإعلامي سيد علي حول تأثير فيروس كورونا على الرئتين: مثلما حدث مع الإعلامي وائل الإبراشي، إن أي فيروس ينتشر في جسم الإنسان ليستكمل حياته ويستهدف خلايا محددة وعلى حسب كمية العدوى. وأوضح أنه في أحيان كثيرة تكون الإصابة خفيفة ربما غير ملحوظة لو لم يكن لها أعراض تنفسية، مشيرا إلى أن 90% إصابات خفيفة ويكون أجساما مضادة ويتحمل التعرض لنفس الفيروس بعد ذلك. وذكر أن هناك حالات أخرى تكون الإصابة شديدة والمقاومة ضعيفة أو مريض يعاني من السكر، موضحا أنه يرفض استخدام مصطلح تدمير الرئتين لأنها عبارة عن إصابة قد تكون محدودة أو منتشرة مثل أي خلية في جسم الإنسان يمكن أن تلتئم وتعود لنشاطها الطبيعي، بكلما تكون محدودة يكون شفاؤها أسرع. وذكر أن التئام الجرح يستغرق أسبوعين أو ثلاثة، ونفس الشيء يحدث يمكن يكون لها تليف خفيف ومحدود. مردفا: ليس لدي أي معلومات طبية عن حالة وائل الإبراشي، ولكن هناك حالات متوسطة وشديدة تخرج ولكن يكون لها فترة نقاهة أكبر. حقيقة وفاة الإعلام المصري وائل الإبراشي: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبارا تتحدث عن تدهور حالة الإعلام وائل الإبراشي الصحية ووفاته نتيجة تأثره بفيروس كورونا. ونفى مصدر من برنامجه التاسعة في تصريحات مع برنامج إي تي بالعربي، حيث صرح المصدر أن وائل الإبراشي صحته جيدة ويتواجد حاليا في مستشفى زايد التخصص بالسادس من أكتوبر. وأضاف المصدر أنه يتواجد في غرفة عادية وليس في العناية المركزة التي غادرها منذ أكثر من يوم، وأن حالته الصحية تتحسن وتستجيب للعلاج تدريجيا. كما نفى مدير المستشفى أيضا خبر الوفاة مؤكدا أن حالته في تحسن مستمر، ويبدو أن وائل الإبراشي لم يتحدث كثيرا تبعا لنصائح الأطباء. وكان الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى المصرية، أعلن إصابته بفيروس كورونا عقب إجراءه تحليل PCR وظهور النتيجة إيجابية. وظهرت الأعراض على الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة الأربعاء الماضي أبرزها الكحة على الهواء. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب نشر الشائعات عن الإعلامي وائل الإبراشي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.